بسم الله الرحمن الرحيم. تنبغي نهني اللاعبين على الانتصار، ماشي ساهل تلعب 7 ديال المباريات وتبقى تحقق نتائج ايجابيه، لان صعيب انك تحافظ على التركيز في واحد المده طويله. الحمد لله لاعبين رغم اننا ما اديناش مزيان في جوج ديال المباريات، ولكن عرفنا كيفاش ننتصروا. هنيئا لنا، تنهني حميد حداد لانه سجل لنا اهداف مهمه في المباريات الاخيره. من الناحيه الدفاعيه كنا مزيانين، ما ارتكبناش اخطاء. كنا تنعرفوا بان فريق شباب محمديه غير جلو وما يخليش لنا مساحات. حاولنا اننا نتعاملوا مع الظروف ديال الشوط الاول، ما كناش مزيانين، ما كناش فعالين رغم اننا وصلنا بعض المرات. كنا خايفين من المرتدات، الضربات الثابته. الحمد لله ما ارتكبناش اخطاء حدا المربع ديالنا حتى الاخر خطا غير مقبول من زهير هاشمي، كان ممكن تعادلوا منه، خاصه تعرفوا ان فريق شباب محمديه عندهم لاعب تيتميز بالضربات الثابته، وهذا الشيء حذرنا منه. العموم التغييرات اللي قمنا بها عطاونا اضافه في بدايه الشوط الثاني، دخول ديال الهنوري كذلك عطانا في العمق. العموم اهم شيء عندنا هو 3 ديال النقاط في انتظار المباريات المقبله. كان عندنا ايقاع كثيف، يعني كنا لعبنا 6 ديال المباريات متابعين، ولكن بعد ما توقفنا شفنا اليوم بان اللاعبين وقع لنا واحد ارتباك في الايقاع. تنظن بان الاسبوع المقبل ممكن يكون افضل ان شاء الله.